يوسف مالك في ايه؟ من امبارح بكلمك مش بترد عليا، وحتى دلوقتي مش معبرني، هو في ايه؟ ورايا حاجات كتير ومش فاضي والله. انت يعني انا غلطانه اني جاي اقول لك خبر حلو؟ ده احلى خبر ممكن تسمعه. يوسف انا اتطلقت يعني خلاص 3 شهور وممكن نتجوز. اتجوز؟ ايوه. شفت بقى ان انا مش فارق معايا حد غيرك في الدنيا؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ واحنا مش قفلنا قصة الجواز دي خلاص بقى؟ يعني ايه قفلناها؟ هو انت مش قلت لي ان انت بتحل الموضوع مع ريناد وهتطلقوا خلاص؟ وقلت لي بلاش نتقابل الفترة دي لحد ما الموضوع يخلص خالص، صح ولا انا غلطانة؟ حتى لو قلت ان هطلق ريناد انا ما قلتش ان هتجوزك. وايه اللي يمنع؟ وبعدين انا اعتبرت ان ده وعد بالجواز. انا ما وعدتكيش بحاجه. انت بقى دماغك سوحتك ولا هبت منك؟ لقيت حازم مش طايقك فقلت بقى تعملي عليا الشويتين دول. لا يا هند، مش انا اللي هتدبس بالطريقه دي. انا يوسف بتقول لي كده؟ صوتك ايه تدبيس ده؟ ايه الكلام ده؟ انا سمعت تدبيس؟ مفيش حاجه، ده فبنتكلم في موضوع يخص هند. وهي ليه مالها؟ مالك يا هند في ايه؟ وبتعيط ليه يا يوسف؟ اصل حازم طلقها. اه، وجايه لك انت بقى عشان تحللها مشكلتها وترجعها لجوزها ولا ايه؟ يا ستي فاكره ان انا وحازم لسه علاقتنا زي الاول؟ فعلا؟ لا لا لا، يبقى كلنا بقى ايه، نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نرجعهم بقى لبعض ونسيب حياتنا. بقول لك ايه، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. يتجوزوا بقى، يولعوا ويتطلقوا، شيء ما يخصنيش. طب عيني في عينك كده. اوه بتعيط؟ ها،